وطبعا انتوا عارفين ان انتقل الى رحمة الله الاعلامي القدير الاستاذ حمدي قنديل. الحقيقة الواحد يعني يصعب على مثلي ان يتكلم على مثله، لانه انا مش بتكلم عن حمدي قنديل لان هو لان انا امتهن مهنته، يعني صدفة شاء القدر كده ان هي مهنة الصحافة والاعلام، مش بتكلم عنه ده بالشكل ده، انا بتكلم عنه كمشاهد، لانه الفرق بيننا في السن يعني حوالي اكتر من 15 سنة، انما احنا وعينا على صوت حمدي قنديل وادب حمدي قنديل وعمق الاداء والفكر اللي بيطرحه حمدي قنديل وعمق القضايا، عمق القضايا اللي بيتناولها حمدي قنديل في كل اعماله. يمكن انتوا متابعين اشهر حاجه ليه قلم رصاص، لكن حمدي قنديل من واحنا صغيرين يعني واحنا بنشبع الحياه كده في الستينات كان عندنا اصوات، كان لسه التلفزيون ما قربش قوي يعني من حياتنا، كان عندنا اصوات اذاعيه بتاكل في جسمنا حبا وكرامه وعلما وثقافه وغذاء ملوش مثيل، اصوات كتير جدا. يعني انا اذكر مره ماشي بالعربيه بعد ما بدات اشتغل في التلفزيون، فالتليفون رن فرفعت السماعه، الو، ف قالت لي انت فلان؟ قلت لها ايوه. هو حضرتك حكمه الشربيني؟ عمرها ما كلمتني، لكن مجرد ما قالت الو انت فلان فانا عرفت على طول انها الاعلاميه القديره حكمه الشربيني. الصوت بيدي لك فرصة انك تتخيل المذيع زي ما انت عايز وتعيش في الكلام اللي بيقوله. ويعني النهاردة كمان هتشرفنا وتنورنا صاحبة الصوت الدافئ الحنون الجميل الشقي الشجي إناس جوهر. يعني برضو إناس جوهر ليها لما قبل ما اجي اقدمها ان شاء الله في الحلقة ليها كلام كبير، لكن ونحن نودع حمدي قنديل. ايه بقى حمدي قنديل ده؟ حمدي قنديل ده رجل تحط قصاده يساوي موقف، وبعدين قول تاني حمدي قنديل رجل يساوي شجاعة، تالت حاجة رجل يساوي ثقافة كبيرة، رابع حاجة رجل شيك أنيق، حط كمان دمث، يعني أخلاقه رفيعة جدا جدا. وانا شرفت بان انا التقيته اكثر من مره سواء في التلفزيون او في اي اماكن عامه يعني، واتكلمنا في التليفون كتير كتير جدا جدا جدا. فالاجساد لابد ان تذهب لابد. وعلى فكره فكره ان يبقى في ذكرى عطره لمش عارف مين ومين دي بتمر مع السنين، انما الاستاذ بيسيب اثر في نفسي وانا اسيبه في واحد تاني، هي دي الجينات الحلوه اللي بناخدها من الحياة. انت عندك جيناتك الأصلية تمام، لكن في جينات بتاخدها من الحياة، من إحساسك بالجمال في جبل شفته، في شجر شفته، في عصفورة شفتها، في شط شفته، في مكان شفته، بيديلك حاجات جديدة انت من غير ما تدري، او كتاب طبعا قريته، او مسرحية شفتها، او تمثيل رائع شفته، او اي حاجة، او مواقف رجال، كل الحاجات دي بتبني الشخصيات اللي هي بتخلي الناس بعد كده أجيال متلاحقة بتاخد الجينات دي وتنقلها دون أن تدري. ولذلك احنا بيصعب علينا هذا الزمن ليه؟ أو يصعب علينا هذا الزمن ليه؟ لأنه هذه الجينات بتتآكل، محدش فينا بيقدر يحافظ عليها عشان يديها للي بعده واللي بعده يديها للي بعده، عشان كده يفضل روح وعقل حمدي قنديل وأمثاله كتير موجودة في حياة الشعب المصري والشعب العربي. هو ده الأثر، مش إن احنا مثلا في ذكرى نقول الله يرحمه والبتاع ده كويس، لكن الناس دي تترك فينا أثر يفضل موجود في الأجيال وأجيال وأجيال وأجيال. يعني اللي قروا زمان الأدب العالمي والبتاع والأدب العربي لما طلع بقى وانتشر تركوا أثر واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، اللي هم ناس بتحط طوبة طول الوقت، طوبة على طوبة على طوبة بتتبني الحضارات. وحمدي قنديل كان حجر صخرة عظيمة، يعني صخرة مليئة بالعطاء. ولذلك
هو سوف يبقى. على فكرة مش بيبقى، لأن احنا هنذيع دلوقتي إن شاء الله جزء من الحلقة اللي كان معانا فيها وشرفنا فيها، إنما بيبقى لأنه موجود جواك أنت، أنت شفته. فعلى فكرة عجبتك طريقة لبسه، ده أثر. الموضوع اللي ناقشه بيناقشه، شوفه كان يناقش أعظم القضايا بوقار جميل جدا وبهدوء وبشياكة. هو ده اللي علمنا حمدي قنديل، رغم ان احنا ما نقدرش نقول ان احنا تلاميذه، لان ما خدناش منه الحاجات الكتير الحلوة دي. انما ما كان بيقدم في التلفزيون رئيس تحرير او قلم رصاص او البرامج الكتيرة او قبل كده في الاذاعة، كنت لا تملك اما تسمع صوت حمدي قنديل او اصوات كتيرة كتيرة جدا. بس احنا دلوقتي في ذكرى او في مناسبة رحيل حمدي قنديل، فتلاقي نفسك مستكين. الراجل ده بيقول حاجة مهمة، الراجل ده بيتكلم كلام، الراجل ده كلامه ثقة. ازاي تجيلك الثقة من صوت؟ ازاي الصوت يطمنك؟ ازاي الصوت يحسسك انه الكلام ده مظبوط؟ في حين ان في ناس بتقعد في التلفزيون تهاتي وتعمل زينا كده، وما تتأثرش، ما تحسش، رغم ان احنا عندنا ادوات كتير، عندنا ايد وعندنا كذا وعندنا حركة عينين وعندنا جرافطة وعندنا حاجات. هو ما عندوش ده كان في الإذاعة، عنده كان الصوت الجميل.